صباح الخير أنسي. صباح النور يا شباب، انتبهوا على دروسكم. لا تاكليهم. انت ما بنخاف عليك. صباح الخير أنسي. صباح النور يا بنات. صباح الخير. رح عوض اللي غبته. تمام. شكرا أنسي. العفو عائشة. عن إذنك بلال. صباح الخير عائشة. صباح النور. كم حصة؟ كيف أختي؟ صارت أحسن. والله ما كنت بدي أتركها اليوم بس ما خلتني. خير، بدك ما تواخذيني، قلت لك بدي اجي بس ما قدرت. ولشو المؤاخذه؟ اصلا هي طول اليوم نايمه وما قدرت ترفع راسها. طيب اذا بدك بنرجع وبناخذها على الدكتور. لا شكرا، لو لازمها دكتور كنت بقول لك. اذا بدك تبهدليني كمان اليوم مشان امشي. انا اسفه بخصوص امبارح. مو مشكله عادي، انزعجت من الاستاذ ولهيك عصبت. هالاستاذ بيضل يتفشش فينا، لك هذا تارك مرته ومن يومه ولا طالب نفد منه، المدير حتى اكل خناقه. اها هذا خالص. عن جد هالاستاذ مو طبيعي، يعني انا كان معي حق لما عصبت. هالحيوان ليش عم بيحوم حواليهم؟ ما عم يعملوا شي بس عم يحكوا. عادي بلال. رح يبلش الامتحان وما لنا محضرين. ايه وشو ناويين تعملوا هلا؟ مايا انتي جمعت الملخصات؟ ما في داعي اجمعهم لاني عملت ملخصات لحالي. عم بحكي على الدروس يلي راحوا علينا. انا عندي كل الملخصات من اول الفصل، فيكن تصوروهم. بلال شبك عم تتطلع هيك؟ انا بلشت نرفز وعصب من الحيوان، الظاهر نسي كيف شوهت له وشه. بلال ما تعمل مشكلة تانية. لا هديك ما كانت مشكلة. بلال بترجاك بلخنا. بلال لا تساوي مشكلة. بعيد من خلقتي. بلال الله يخليك انت شوي. انت شو عم تساوي هلا؟ عايدة هس بدي احكي انا وهالحمار، الظاهر قتلت المرة الماضية ما عجبتك وما عبت لك راسها. بلال روح من خلقتي ولا تخليني مد ايدي عليك. لا بلال لك انت شو عم تساوي؟ ليك هذا تنبيه لك وانتي بعدين بشوفك. روح لك علاقة. تصرخ انت منيح؟ ايه ما فيني شي. لك هذا مجنون ولا اهبال؟